أقرت الحكومة الإسرائيلية الخطة الاقتصادية الشاملة، أو ما يسمى الخطة الخماسية 922 لتقليص الفجوات بين المجتمع الفلسطيني العربي واليهودي بإسرائيل. الفجوة الناتجة عن سياسة التمييز العنصري التي يواجهها فلسطينيو الداخل منذ النكبة. في هذه الحلقة سنلقي الضوء على أبرز معالم الخطة الخماسية 922 التي تبنتها الحكومة الإسرائيلية وأولى محطاتنا مع وزيرة المساواة الاجتماعية جالا جبلائل أولاً خطة 922 هي خطة مهمة جداً إذ أن هدفنا هو تقليص الفجوة الاجتماعية الموجودة اليوم في المجتمع. وعن طريق 922 نحن نلامس نقاطاً بنيناها سوية وبمشاركة القيادة العربية كي نعرف أين نضع الموارد لتقليص الفجوات. نستطيع اليوم بمرور سنتين رؤيه المؤشرات التي في الخطه. نرى اكثر نساء ينخرطن باماكن العمل، اكثر تطوير في البنى التحتيه ومراكز للشباب يتلقون توجيها للتعليم العالي ودمجهم في سوق العمل. توجه فريق العمل الى القدس المحتله لمقابله السيد ايمن سيف. مدير سلطه التطوير الاقتصادي للوسط العربي احنا بنحكي طبعا عن اولا اقامه سلطه التطوير الاقتصادي بدايه كانت في مكتب رئيس الحكومه يعني بدات مع صفر موظفين وصفر ميزانيات اليوم احنا بنحكي عن 15 موظف منهم من الوسط العربي كمان طبعا الوسط اليهودي وعندي اليوم ميزانيات ما يقارب 2 مليار شيكل سنويا الهدف من إقامة سلطة تطوير اقتصادي هو دمج المجتمع العربي اقتصاديا في الدولة وسد الفجوات طبعا بين الوسط العربي والوسط اليهودي إن كان في, جمع في مجال التعليم بالتشغيل البنية التحتية السلطات المحلية العربية إقامة طبعا التخطيط ووحدات سكنية في جميع المجالات يعني الاقتصاديه الاجتماعيه هذا دور السلطه للتطوير الاقتصادي سد احتياجات الوسط العربي، سد الفجوات بين الوسط العربي والوسط اليهودي وطبعا عن طريق ذلك كمان طبعا دمج الوسط العربي اقتصاديا في الدولة عندي خطط عمل مع كل وزاره ووزاره لتنفيذ الخطه. واليوم بقدر اقول انه القرى موجوده على الاغلب في في سلطاتنا المحليه العربيه لتنفيذ الخطه ولهذا السبب في دور كبير جدا على سلطاتنا المحليه العربيه لانجاح هاي الخطه من خلال تنفيذهم للميزانيات المرصوده والموجوده عندهم في السلطه <applause> أعلنت القائمة المشتركة أن خطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي التي أقرتها الحكومة هي خطوات بالاتجاه الصحيح لكن الميزانيات التي تطرحها الحكومة غير كافية وفق الخطة والدراسات التي أعدتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بالتعاون مع جمعيتي مساواة سيكوي واختصاصيين اقتصاديين ויש כספים توجه فريق العمل إلى مدينة حيفا لزيارة السيد جعفر فرح مدير مركز مساواة. التقديرات طيب تقديرات بمركز مساواة وأيضا على فكرة احنا حطينا هاي المعطيات كمان للجنة رؤساء السلطات المحلية نحن بنحتاج حوالي 64 مليار شيكل لإغلاق الفجوات بالبنية التحتية وبالخدمات. تحطوا الصيغة الأمور بسياقها 2 مليار شيكل من 400 مليار شيكل هن عمليا ولا شيء. عمليا مبلغ صغير هذا المبلغ يعرض في العالم بالاساس بسبب موقف الاو اي دي اسرائيل تحصل على 100 مليار شيكل تقريبا قروض في العالم وتعيد قروض لبنوك دوليه لانه الموازنه تبعت الحكومه الاسرائيليه فيها دائما عاجز البنوك الدوليه تطالب اسرائيل اذا انتم بدكم تحصلوا على قروض دوليه بفائض صغير انتم لازم تفرجونا انه في استدامه اقتصاديه وفي تطوير اقتصادي وتنميه اقتصاديه النمو الاقتصادي في إسرائيل لا يتجاوب مع التوقعات بالأساس بسبب الحريديم والعرب استثناء الحريديم من سوق العمل واستثناء العرب من سوق العمل يؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي إسرائيل تقدر توصل لنمو اقتصادي 6% بالسنة البنوك الدولية بتعرف وهذا توصيات الاو اي سي دي انه انتم اشملوا العرب اذا عندكم صعوبه مع الحريديم على الاقل خذوا استثمروا في المجتمع العربي وادمجوا العرب في سوق الانتاج هذا التحدي تبع الحكومه الاسرائيليه ليبرمان ولبيبنة نتنياهو هم كانوا بيستغنوا عنها ل 922 بس المجموعه المسؤوله عن التنميه الاقتصاديه في اسرائيل اللي هي يعني الاقسام اللي بداخل وزاره الماليه اللي تفاوض العالم على القروض الدوليه واضح لها انه بدون شمل المجتمع العربي وبدون دمج المجتمع العربي في القطاعات الانتاجيه في داخل البلاد لن يحدث نمو اقتصادي حسب توقعات البنوك الدوليه تم تسويق 922، انا برايي كمان عندنا في داخل المجتمع العربي في ناس عم بيغلطوا ويسوقوا 922 وكأنها جود نيوز. هي نيوز مش اكثر من good. مش اكثر من خبر بس هي مش مش الخبر المنيح، احنا كان المفروض نحصل المفروض كان مطالب ونحصل على الاقل على 34 مليار شيكل وان لا نكتفي في 9.5 مليار شيكل. جباية الضرائب او ما يسمى الارنونه من المواطنين هو احد المصادر الذي تعتمدها السلطات المحليه العربيه لتغطيه نفقات الخدمات التي تقدمها للمواطنين. حول هذا الموضوع توجه فريق العمل الى بلده عرعره لمقابله رئيس المجلس المحلي السيد مضر يونس رئيس مجلس عرعره عاره. سلطاتنا تفتقر مثلا لا. المرافق الصناعية تفتقر التجارة كتير فلا فأغلب قرانا موجودة في وضع اللي هي تعتمد أكثر على الدخل الأرنونة أو ضريبة من المستهلك اللي هي عادة بالبيوت وهي ضريبة قليلة جدا ولا تكفي يعني حتى لو جبيتي 100% من السكان أنت في وضع اللي بتوصليش اللي تغطي كل الميزانية على سبيل المثال عندنا في قرية عارة وحرارة ميزانية اليوم ما تقدر من 107 مليون شكل لو حصلنا كل الارنونه اللي موجوده في البيوت تقريبا ان ما كنتش غلطان توصل 24 مليون شكل الناس بتدفع مش انه بتدفعش واغلب الناس اعتقد انه عندها انه تيجي بتدفع ولكن العائد من هاي الارنونه هو قليل اللاك في السلطات المحليه فانت دائما بحاجه لمرافق وموارد اخرى الحيز الاول اللي هو المدخلات اللي بتحصل من الوزاره بشكل مباشر مثل وزاره الداخليه اللي هي هبات الموازنه على سبيل المثال فهيبات الموازنة برضو لا تكفي يعني الأرنونة من السكن هي أرنونة بسيطة يعني بلدية حيفا لا تستطيع أن تعتمد على الأرنونة من السكن البلديات الكبيرة تعتمد على الأرنونة ومدخول الأرنونة الضريبي ضريبة هذا تعتمد على المدخول من القطاع الاقتصادي المنتج من المصانع من هناك لما أنت عندك بالقوة واحد من المكاتب الحكومية موجود بالبلاد العربية يعني تمانا تسعة في المية من الأرنونة الحكومية اللي الحكومة بتدفعها للبلديات بتروح للبلديات اليهودية يعني الأرنونة تبعت منطقة سيبوريت أو تريديون ليش بيشربوا هي أصلا مبنية على أراضي سخنين منطقة سيبوريت مبنية على أراضي المشهد ليش الأرنونة تبعت سيبوريت لازم تنتفع على نسيرة عليت مش للمشهد فإحنا بنحكي على ما بنحكي على الأرنونة وهي يعني كمان خدعة إسرائيلية إنه إحنا بندفعش أرنونة كل الأرنونة اللي إحنا ندفعها وكل أرنونة الإسكان اللي بتندفع في كل البلاد يهود وعرب ما بتكفيش لتقديم الخدمات الأرنونة اللي بتكفي لتقديم الخدمات الأرنونة من المناطق الصناعية ومن القطاع المنتج أرنونة البيوت هي أقل من 30% من المدخول تبع بلد جدية بالفعل يعني أعتقد أنه الضعف يعني لسلطتنا المحلية العربية هو طبعا لما نطلع على الأرنونة اللي بتجبيها سلطتنا المحلية العربية اللي أغلبها أرنونة من السكن والسبب طبعا هو أنه عدم وجود مناطق صناعية داخل بلداتنا العربية مكاتب حكومية أو مراكز تجارية ما في عندنا يعني الاشياء في داخل بلداتنا العربيه لهذا السبب يعني اكثر من 88% من الارنونه لسلطاتنا المحليه العربيه هي من السكن و12% فقط من ارنونه للمناطق الصناعيه والتجاره والشمال، النوع في الوسط اليهودي هو العكس يعني عندك حوالي 70% من الارنونه هي من مجالات الصناعه والتجاره والمكاتب الحكوميه هذا آه في 30 من ال فلهذا السبب يعني مهم جدا أن نطور مناطق صناعيه داخل بلداتنا العربيه اللي بنعمل اليوم قاعدين نستثمر في حوالي 25 منطقه صناعيه صغيره 100 دونم 150 دونم داخل هاي البلدات اللي هي يعني خلينا نقول حل وسط يعني في في هذا ال... في هذا المهار. هناك تقصير في الاساس من قبل الحكومه وتمييز ممنهج تجاه الجماهير العربيه وتجاه المجتمع العربي مش بس على مستوى السلطات المحليه يعني لازم نميز ميزانيه الدوله كمان تقسم لميزانيات اللي تعطى للفرد يعني زي التامين الوطني زي المخصصات المختلفه فاحنا كمان يعني لازم نفحص كل موضوع المخصصات لانه كمان التمييز الممنهج والمنظم ضد المجتمع العربي وايضا تمييز يشمل التمييز في المخصصات اللي بيحصل عليها الفرد بشكل خاص والقسم الثاني هو البنى التحتيه التمييز ضد هو موجود ايضا في القطاع الخاص لما القطاع الخاص لا يشغل عرب اوكي هناك في عندنا مشكله احنا جديه وتشغيل العرب في القطاع الخاص وايضا موضوع يجب أن يعالج إذا مش بإرادتهن على الأقل من خلال تنظيم قوتنا الاقتصادية وإحنا قوة اقتصادية إحنا 20% خمس القوة الاقتصادية في البلاد احتياجات الوسط العربي كبيرة جدا يعني إحنا نحكي عن فجوات اللي هي نتيجة لطبعا عدم استثمار من قبل الحكومة عشرات السنين عشرات السنوات اللي الحكومة ما استثمرت في الوسط العربي فأنا اليوم التحدي الكبير تبعي أنه 10 مليار شكل الخطة الخمسية الأخيرة أنفذها لحدة الشكل الأخير يعني من هاي الخطة لصالح مجتمعنا العرب وصالح بلداتنا بالمقابل لازم نطالب بكمان ميزانيات يعني في عندنا كثير من المجالات اللي ما عالجناها بالخطه الخمسيه الاخيره، مجال الصحه على سبيل المثال، الرفاه الاجتماعي، هاي هاي مجالات اللي لم يكن هناك معالج لهذه القضايا، فاحنا كمان لازم نطالب ميزانيات اضافيه لصالح مجتمعنا العربي، ولكن التحدي الان تنفيذ الميزانيات اللي موجوده داخل المكاتب الحكوميه وداخل السلطات المحليه. فيش حدا بيعمل لنا معروفيه. ناهيك عن القضايا الاساسيه، سرقه وطن، سرقه اراضي برمتها، عدم اعتراف بالحقوق التاريخيه، ولكن حتى بكل سنه نحن ندفع ضرائب اكثر مما نحصل سنويا. توجهت الى مركز انجاز باداره غيداء رناوي زعبي والباحثه ميخال بليكوف واظهرنا بان المواطن العربي يدفع 36 مليار شيكل سنويا ضرائب. ولكن هذا الادعاء وكأن المواطن العربي هو عالة وكأنه متلقي وكأنه غير مساهم هذه الضرائب تشكل 11% من ضرائب المواطنين في حالة كان تشغيل ملائم لدى المواطنين العرب فهذه الضرائب ستزيد نحن في حالة كان هنالك مساواة فالجميع سيربح من المساواة التمييز معيق للجميع هذا هو الصراع بين مصلحة السوق وبين العقلية العنصرية وهذه الخطة رسميا فيها 9.7 مليار ما عدا التعليم حتى في حالة استثمار كل الخطة وإحنا عم نحكي عن سنوات عم تمشي مش وقفة الدنيا فسيبقى الفجوة كبيرة جدا توجه فريق العمل إلى مدينة سخنين لمقابلة رئيس البلدية السيد مازن غنايم، رئيس اللجنة القطرية للسلطات العربية. اليوم حتى رئيس الحكومة وزير المالية وزير الداخلية بيعترف لأول مرة تقدم لوزارة المالية ورقة ورقة عمل مهنية. الورقة العمل المهنية بعد ما احنا سوينا مسح شامل لقرانا ومدن العربية، احنا بحاجة للخمس سنين القادمات 64 مليار شيكل، بس طبيعي لما احنا جلسنا مع بعض قلنا إذا بنصل لوزارة المالية بهاي المبالغ ممكن يقولوا أنتوا انجنيتوا، فبعد التقلصات وصلنا ل 32 مليار شيكل، أمير ليفي كبير المسؤولين في وزارة المالية قال عمليا ما معنا هاي المبالغ أما ممكن نعطيكم لحد 15 مليار شيكل، فإحنا بنسوي الخطة البديلة اللي هو وزارة المالية، وطبيعي كان معروف إنه في اليوم الأخير يعني بتذكر أنا ب 31/8 يعني عشية افتتاح السنة الدراسية احنا هددنا فيما لو نأخذ هاي المبالغ فمش راح يكون مدارس في اليوم الثاني وفي نهاية المطاف كان وعد انه الخطة الخماسية ان شاء الله راح تنفذ. طبيعي ايش اخذنا؟ اليوم 750 مليون شيكل من خطة التطوير للوسط العربي عمليا بقدر اقول لك انه وصلت للسلطات المحلية العربية هبة الموازنة لأول مرة هبة الموازنة كان ياخذوا مني أن السلطات المحلية العربية مبلغ قدره نص مليار شيكل كل سنة أجبرناهم عمليا يرجعوا هذا المبلغ ولأول مرة في عنا هبة موازنة مية في المية. وزارة الإسكان يعني إذا نأخذ إحنا مصاري التخطيط اللي انعطت عشان احنا نخطط بالشكل السليم بقدر اقول لك وصلت انا بدي اقول شيء طبيعي لما مناحم بيجي نجح في ال 78 كان 30 سنه لقيام الدوله فتوجهوا وفد من زملاء رؤساء المجالس في قسم من اللي انتقل الى جوار الخالق الله يرحمه في من بعده طيب الله يمد في عمره فحكوا له عن الوضع الماساوي لا قرآن العربية العربي فقال لي انت تتوقعوش إشحاف حاف 30 سنه اخلصه بسنه فلبيبي نتنياهو انا قلت له مش تقول لي انه إشحاف كان في حينه سبعة وستين مش 68 سنه فتقول ليش اشحاف 67 سنه مش راح تخلصوا في سنه القصد لما احنا بنتوجه للمكاتب الحكوميه بنروح وراسنا مرفوع في عنا اشياء كثير اللي نرفع راسنا فيها في عنا القوى البشريه في عنا الاف الاكاديمايم عنا الطبيب وعنا المهندس وعنا المحامي وعنا الفلاح وعنا المهني وعنا المربي مش بنروح احنا مع تربيه البكاء لا احنا بنروح وراسنا مرفوع بنقول ايش عنا بس بنفس الوقت انه من بنقول نعتز في هويتنا بنعتز في قوميتنا بس احنا مواطنين في هاي بدنا نحصل على حقنا كامل يعني احنا اليوم الوسط العربي خطه 922 وجد هناك رؤساء سلطات محليه عرفت تطالب وتروح وتيجي بمعاونه الجمعيات معاونه اعضاء القائمة المشترك يعني فاذا بناخذ اللي صار هون بس يشتغلوا بشكل مهني ما راحوا بشكل انه يبكي شوي واعطونا شويه مصاري وهيك لا القضية كانت انه انحطت خطه عقبال خطه صار نقاشات لما كنا نتواجد يعني كانت هناك قوه نتحدث باسم البلدان العربيه بقوه نعرف شو نتحدث كان معنا خبراء يجوا يجادلوا في كل شيء وشيء يعني يتحدثون عندكم لانه ما عندناش طلعوا شو في عندنا أنا عرف الجمعيات المدنية اللي اشتغلت معنا عرفنا كيف نتعامل معهم تعرف كيف يشتغلوا مع بعض بكل خطة تسعة اثنين اثنين اللي ميزها عمل مشترك كان في هناك نجاح لوضع الإيجو على جنب فكل قال إحنا بدنا نشتغل من أجل الوسط العربي فلقيت القائمة المشتركة اشتغلت وحاولت واشتغلت كثير يعني انا بتذكر ايامات لما كنا نحتاج نلتقي مع الوزير الفلاني او الهاي فكانت اعضاء الكامل المشتركه تتجند ويرتبون لنا المواعيد في خلال فتره قصيره جدا لما كنا نحتاج لمعلومات وش من النوع الجمعيات المدنيه تعطينا فاحنا دائما كانت فتلاقي معلومات نقدر نحصلها رؤساء اللي كانت مستعده أصدر التنظيم النسوي كيان بيانا ونتائج بحث معمق عن مشاركة النساء الفلسطينيات في الانتخابات للسلطات المحلية، وأشار البيان إلى نساء ناشطات في الحقل المحلي ينوين الترشح للانتخابات القادمة على اعتبار تعزيز دور النساء في مواقع اتخاذ القرار في مجالس السلطات المحلية. حول هذا الموضوع توجه فريق العمل إلى مدينة حيفا لمقابلة السيدة رفاه عنبتاوي مديرة جمعية كيان بكل موضوع تمثيل النساء بالسياسه العامه وبالسلطات المحليه تحديدا احنا بنحكي على واقع اللي فيه اقصاء واضح للنساء عن يعني كممثلات بالسلطات المحليه او كمنتخبات جمهور بالسلطات المحليه بنحكي على ثمان او تسع عضوات من تقريبا 800 عضو بالمجتمع العربي وهذا طبعا واقع سيء جدا. في كيان احنا بنشتغل على تمثيل نساء بالسياسة المحلية تحديدا من خلال تأهيل نساء انه يخوضوا معركة الانتخابات القريبة مشروع والبرنامج تبعنا هو مبني على بحث اللي احنا قررنا انه نعمله وعملناه بالاشهر الاخيره لفهم الظاهره ولفهم تحليلها من وجهه نظر نسويه ولبناء خطط عمل او تطوير خطط العمل الموجوده بما يتلائم مع الاحتياجات والتحديات اللي بتعيق النساء بمسار ترشحهن وتمثيلهن او بعد وصولهن للسلطه المحليه، خاصه انه احنا في دوله بتتبع سياسات تمييز واضطهاد ضد الاقليه العربيه والمجتمع العربي يعني هو مقصى عن مواقع اتخاذ القرار فبالتالي السلطة المحلية هي أصبحت المكان شبه الوحيد لإمكانية أنه يكون في عنا ساحة اللي إحنا فيها عن جد نقدر نأخذ قرارات بشكل بين قوسين مستقل أنه كمان الدولة بتتدخل بالسلطة المحلية وبما أنه هاي هي ساحة وحيدة والإمكانيات قليلة فإشي طبيعي بمجتمع ذكوري اللي بدهم يتنافسوا على هاي المحلات أكثر هن الرجال والنساء توضع على جانب عمليا كان هناك بحث كبير ايضا من مركز الابحاث في الكنيسة بطلب مني الامر المثير للاهتمام في واحده من الاسباب اللي وضعتوها كاحدى العقبات امام النساء العربيات قالوا في مركز الابحاث عندما استعرضوا في الكنيسة عندما استعرضوا البحث قالوا انه رئيسة اللجنة لمكانة المرأة المقصود عني فاجأتنا بطلب هاي المرة بان المقارنه عاده بقارنوا وضعيه النساء واحصائياتهم في اسرائيل، بقارنوها عاده مع مين؟ مع الغرب، لانه يعتقدوا بانه اوروبا وامريكا هي الوضع الافضل، بالتالي بقارنوا معهن، انا طلبت منهن هذه المره، ماشي بتقارنوا مع الغرب، لكن اريد ايضا مقارنه مع بعض الدول الاسلاميه والعربيه. وكانت المفاجاه بانه ليس فقط في بعض الدول العربيه تمثيل النساء افضل من تمثيل النساء العربيات في اسرائيل وانما تمثيل النساء هو افضل من تمثيل النساء بشكل عام في السلطات المحليه في اسرائيل يعني ايضا افضل من وضع النساء اليهوديات بالتالي العقبه الاولى كوننا جزء من اقليه هاي بارزه جدا لانه التنافس على السلطه المحليه هو يعتبر في يعتبر في كثير من الاحيان في مجتمعنا العربي تنافس على المعقل الاخير للسلطه يعني بقيت لنا هالسلطه المحليه نشعر بانه احنا اللي قادرين انه نسيطر ونسيطر بعقل ذكوري في كثير من الاحيان او في معظم الاحيان، بالتالي بيصير التنافس كبير. لا اعتقد انه اليوم شعبنا يرفض وجود النساء في المجالس المحليه او في اي اماكن فيها نوع من العلوم، لما تواجدت الامراه كنائبه في داخل كنائب في داخل البرلمان الاسرائيلي فهي موجوده. لما بنشوفها في الجامعات كمعلمه فهي موجوده، لما بنشوفها كمديرات في مدارس ومعاهد فهي موجوده. لما بنشوفها في مستشفيات موجوده، يعني احنا ما بنقدر المراه المراه الفلسطينيه العربيه موجوده. عدم وجودها في المجالس لانه المجالس بطبيعتها في الماضي عملت هي اكثر كهنه مجالس تتبع العائليه تتبع الكذا فنوعيه وجودها كانت تختلف، اليوم في تغيير. اليوم في وجود للمرأة فأنت بتلاحظ أن المرأة موجودة في مدورات أقسام في داخل المجلس إحنا في عارة وعارة نفتخر في عدة أمور مدير قسم الرفاه الاجتماعي امرأة عندنا إيه ولكن الأهم من ذلك مدير عام المجلس عندنا امرأة يعني نمرة اتنين عندنا في المجلس من ناحية الحاجة هي امرأة فبالعكس يعني أعتقد أن هناك وجود للمرأة بس غير كاف ومطلوب أكثر مطلوب انه هي تتحرك وتطالب انه تكون موجوده ومطلوب برضه من الرجال ومجتمعنا انه يفسح المجال ويعطي الثقه في المراه ان تتواجد في داخل المجالس المحليه احنا مش بعاد يعني وتوقعاتي ان شاء الله بالتغييرات اللي حصلت في الاربع سنين الماضيه وللسنه الجايه للانتخابات الجايه راح نشوف اكثر واكثر تمثيل نسائي في داخل المجالس المحليه بعرفش اذا بتكون رئيس يعني في داخل المجلس المحلي بس الشغل مش بعيد أعتقد أنه قريب جدا 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 خصوصا أن النساء يعني لا شك من عملنا معهم يعني عندهم عطاء كبير 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 وبقدر يعطوا في عندهم فهم وفيها اللي قد ينقص الرجال في بعضها